تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعالية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي بدأت الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر. يأتي ذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير جميع المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في الأول من الشهر الجاري، يتزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية، مستفيدين من تخفيضات أتاحتها المبادرة على تلك المستلزمات تصل إلى 30%، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول عام دراسي جديد. بنعلن اشتراكنا في مبادرة كلنا واحد المرحلة 23، بلان تخفيضات على الأدوات المدرسية بمناسبة دخول المدارس. خصومات بتبدأ من 30% ل 50% على بعض المنتجات. أنا لقيت معظم الطلبات اللي أنا محتاجها لقيتها موجودة في المبادرة. حاجة بتاعت المدرسة كويسة، يعني متناول للجميع. بصراحة المبادرة جميلة جدا، لقيت الأسعار عليها خصم أكثر من 50%، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الجميلة دي. معارض المبادرة يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا، تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلتها خارج إطار المبادرة، فضلا عن توفر تلك المستلزمات في 814 منفذا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. أنا اشتريت شنطة وكراسات وأقلام اللي أنا محتاجاها وهكتب فيها في المدرسة. جيت اشتريت الكشاكيل واللانش بوكس وكل حاجة أنا كنت عايزها، حتى اشتريت الشنطة. الأسعار في المبادرة كويسة جدا وأفضل من برة. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها، وفرت كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية بأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من تخفيضات مبادرة كلنا واحد. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. إلى جانب المستلزمات المدرسية، تتوفر السلع بكافة أنواعها خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. فعلا حتة المبادرة اللي هو بينزلها كل فترة في حاجات كتير، أيا كان في الحاجات المدرسة أو في الحاجات الغذائية، حاجات فعلا كويسة بتبقى أسعارها كويسة. في عروض وفي خصومات والحاجة ماتيريال كويسة جدا. لقينا هنا حاجات شكلها حلو وسعرها كويس، جبنا كل اللي احنا عايزينه من هنا. جبت كراسة وقلم ومسطرة، والحاجات هنا أرخص من بره. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. كما أعدت منظومة أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية يتم توزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم. المبادرة في مرحلتها 23 تستمر فعاليتها على مدار شهر في كافة المنافذ المشاركة لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة وتلبية متطلبات أبنائهم بأقل تكلفة ممكنة. هكذا تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، والهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.